شوف هو من 88 باغي يعتزل كيعتزل ويرجع ويقول ما نوقف ونوقف. هو دابا ماشي اعتزل في الحقيقه، هو قال لك كل سن وعنده واحد الحلاوه ديالو، بما انه تختار انه يلتزم ما عنده حتى معنى انه يوقف على الخشبه يغني اون كوستيم، ما غيولي بحال ما تعطيش كاع ان اكزامبل. اذا باقي دابا تيدندن في الدار، باقي دابا تيعزف، لا كان شي حاجه دينيه ما تيشارك فيها، ولكن غير قال لك كل سن عنده حلاوته. شوف احنا ما عندناش الحق ندخلوه فيه، لانه كيبقى حريه شخصيه. هي صعيبه جاتنا يعني كفكره بلا ما نقولوا نهضروا عليه، صعيبه لانه دوك الموسيقيين اللي كنا كنشوفوا دائما هنا بالنسبه لي دوك مع عائلتي زعما اللي كنشوف اللي كبرت معاهم، فجاتني صعيبه انه دي جورون دوما واحد يقول لك صافي انا قررت عندي واحد الطريق ديال الله وهذا. وملي كيكون طريق الله صعيب عاوتاني تقول له لا خليك هكا، الموضوع شويه حرج. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.